جمعية الكاميرا الفنية التشكيلية كتنظم هذه السنة هذه الدورة الأولى لملتقى شفشاون لفنون الخط والزخرفة. تميزت هذه الدورة باستضافة الفنان عبد الرحيم حمزة من مدينة مراكش. تشوفوا واحد الجدارية اللي كانت أول بصمة ليه شفشاون من بعد الجدارية اللي لقات نجاح كبير في أصيلة. أنا أمام جدارية للفنان عبد الرحيم حمزة من مدينة مراكش. عبد الرحيم حمزة هو فنان وخطاط وفنان تشكيلي. وكنتمناو أنه يزيد يتحفنا في مدن المملكة.